لمناقشة أوضاع المياه في العراق في ظل منع إيران حصة العراق المائية والملوحة التي تضرب شط العرب، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، في عام 1975 في الجزائر وقع العراق اتفاقية مع إيران لتثبيت حصة العراق من المياه، والبالغة نسبتها ما يقارب من 70 مليار متر مكعب، يمثل 35% منها من مياه نهر دجلة. لكن ما الذي أوصل دكتور الأمر إلى أن يعاني العراق من شح في المياه خاصة في نهر دجلة؟ ما سبب في ذلك؟ شكرا أخي على الاستضافة. بالنسبة لسؤالكم هذا، بالحقيقة هناك عامل مهم جدا على تأثير الموارد المائية داخل العراق، والسبب الرئيسي هو المشاريع الإروائية في الجارة إيران والجارة تركيا. فإيران قطعت العديد من الأنهار، يعني تصاريف مثلا نهر الكارون 50% يمثل من تصريف مياه شط العرب، وهذا أدى طبعا إلى صعود اللسان الملحي اللي تكلمتم عليه قبل دقائق. إلى مناطق غير كان غير لا تصل إليها هذه المياه البحر، وهذا أثر مو بس على نوعية المياه وإنما على نوعية التربة. يعني التربة أيضا تأثرت بهذه المنطقة وأصبحت أو ستصبح غير صالحة للزراعة إطلاقا، إضافة إلى التأثيرات البيئية. طبعا هذا هو السبب الرئيسي. أما بالنسبة إلى الاتفاقية اللي تفضلت عنها، عن شط العرب بين العراق وإيران في الجزائر، طبعا بعد 2003 الحكومة العراقية انشغلت بالنظام الجديد وتثبيت نفسها وإدارتها والأمن والآخري، والظاهر جارة إيران مع الأسف استغلت هذا الوضع وبدت تنفذ مشاريعها الإروائية بشكل بدون عفوا الرجوع إلى الحكومة العراقية. وعلى أثر هذا الأمم المتحدة سنة 2010 صدرت تقرير مهم جدا يقول إذا إيران وتركيا نفذوا كل مشاريعهم الإروائية فسوف لن تصل قطرة مياه إلى العراق سنة 2040 من نهري دجلة والفرات ورواحل. وهذا اللي دا نشوفه، يعني مع الأسف أنه الحكومة العراقية منشغلة بأمور أخرى، وقضية المياه هي قضية كأنه ثانوية، علما بأنه هذه القضية هي تهم مستقبل البلد والمواطن. والشيء الآخر المحزن والمؤسف أنه جارة إيران وتركيا مدى يتعظون من التاريخ. يعني مثال على هذا، شوف إذا انباعوا على أوروبا مثلا فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وغيرها، كيف كان الصراع بينهم إلى منتصف القرن الماضي، لكن اتعظوا من هذه المسألة وبدأت بالعكس تنعكس العلاقات بيناتهم إلى تعاون مستمر ومثمر. فالدول الأوروبية اتعظت من التاريخ. احنا مع الأسف السياسيين في إيران وتركيا بعدهم يفكرون بصورة بدائية، يعني أنانية، بدون يعني هم ما يقدرون يبدلون الجغرافيا ولا احنا نقدر نبدلها. طيب. العراق جارتهم شاءوا ام ابوا، ويمكن هذا الوضع في العراق حاليا مستغليهم، بس هذا مو دائم، يعني التاريخ يعطينا دروس كبيره. طيب. فالوضع في العراق اكيد راح يتغير وتتحسن الوضعيه ويؤدي الى مشاكل بين هذه الدول، فالمفروض أنه السياسيين يكونون أكثر حلما، وبالعكس المفروض يكون هناك تعاون بين إيران وتركيا والعراق فيما يخص المياه وغير المياه. طيب دكتور نظير، دكتور عفوا آسف للمقاطعة، هناك حديث عن نية الحكومة في بغداد بإنشاء سد مشترك مع إيران، هل هذا السد سيخدم العراق؟ والله هذه أول مرة أني أسمع بهالشيء. هل هذا السد راح يكون أولا وين موقعه؟ هل راح يكون في إيران أم في العراق؟ بغض النظر عن الموقع، إذا ما أكو اتفاقية ملزمة
وأشياء ثابتة لتشغيل هذا السد راح تصير مشكلة، مثل ما صارت بسد النهضة. سد النهضة احنا في مصر. نعرف اكو اتفاقية موقعة بين السودان ومصر وأثيوبيا، لكن أثيوبيا نقضت هذه الاتفاقية وجاية تنفذ الشيء اللي تريده. فإذا ماكو ضامن لهذه الاتفاقية يعني السد راح يكون كارثة. لكن إذا أكو نية حسنة بين السياسيين في إيران والتعاون مع العراق هذا بحث آخر، هذا نرحب به وأي مواطن يكيف عليه. مثل ما قلت قبل دقائق، نعم يعني المفروض تتبدل النظرة، نظرة السياسيين في جارة إيران والجارة تركيا المفروض تكون غير أنانية، المفروض تنبني على التعاون الوثيق، مو بس تعاون تجاري. احنا نستورد من هم مكيفين، احنا نستورد مليارات الدولارات من المواد منهم، ليش هم هذه ما يخالف لكن ما ينطونه، ليش؟ على أي أساس؟ دكتور، دكتور ذكرتم اللسان الملحي في معرض جوابكم. نعم. اللسان الملحي كيف سيؤثر على الزراعة خاصة في محافظة البصرة، وما الأضرار المتوقعة في المستقبل على المدى المتوسط والبعيد؟ نعم، هذا اللسان الملحي يعني كمية الأملاح أو تركيز الأملاح عالي جدا. طيب، فهذا راح طبعا الأملاح راح تترسب بالتربة. أولا المياه من غير أين صالحة. تأتي الأملاح؟ من قلة المياه دكتور؟ عفوا. نعم، من قلة المياه، لأنه نهر الكارون والكرخة تصريفهم كليا تحول داخل إيران، وقلت لك هذول يمثلون تقريبا 50% من تصريف مياه شط العرب، زائدا ما يحدث حاليا في ديالى والزاب الأسفل. يعني هسه ديالى تقريبا صفر تصريفه، والزاب الأسفل أيضا قل تصريفه، فالكميات المياه الصالحة للشرب والزراعة تقل بشط العرب، فلذلك كمية مياه البحر الصاعدة تكون أكثر. فهذا هو السبب الرئيسي اللي راح يأثر على التربة والبيئة في المنطقة. عبر سكايب من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.